والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. ليلى عمر تفيدنا بتفاصيل الأخبار. أهلا بك ليلى، تفضلي. أهلا نهى ويوسف، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أعلنت الحكومة الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار مناسبة دون زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج بأكثر من 5 مليارات دولار منذ مطلع الشهر. وأوضح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتبكير عقد معارض أهلا رمضان لتنطلق الشهر المقبل في جميع المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. وشدد سمير على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء. من جانبهم أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف بالمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة. وأكد المركز أن جميع مبيدات الأفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما ومطابقة لجميع المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين أو على الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى قيام وزارة الزراعة بشن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على جميع المبيدات الزراعية، إلى جانب سحب عينات منها سواء محلية الصنع أو المستوردة لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية. وأوضحت الوزارة أن المزايدة هي الثالثة التي يتم طرحها من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتي أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021. وأضافت الوزارة أن المزايدة تأتي امتداداً لاستراتيجية عملها التي بدأتها في عام 2016 لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة وفي مقدمتها البحر المتوسط استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة. قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مصر ستكون أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في أفريقيا بعشرين مليون طن سنوياً. وذكرت الدراسة التي نوه إليها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الهيدروجين الأخضر سينتج في ثلاثة محاور رئيسية في القارة الأفريقية، هي مصر ومحور شمال غرب أفريقيا ومحور أفريقيا الجنوبية. وقالت الدراسة إن مصر ستتصدر إنتاج القارة على أن ينتج محور أفريقيا الجنوبية 17.5 مليون طن، في حين سينتج محور غرب أفريقيا 12.5 مليون طن بإجمالي إنتاج يقدر بنحو تريليون يورو سنوياً بحلول عام 2035. وفي أسواق البترول العالمية سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود كورونا في الصين الأمالة في تعافي الطلب على الوقود بفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية. وارتفع خام برنت بنسبة 12% ليصل إلى 84.2% دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 23%
1.5% مسجلا 79.74 دولار للبرميل، كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 54% لتصل إلى 3.23 دولار للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.16% لتسجل 5.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تفوقت البورصة السعودية على نظرائها بمنطقة الخليج بعدما أعلنت الصين مزيداً من تخفيف القيود المرتبطة بكورونا، مما عزز التوقعات بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وارتفع المؤشر السعودي 1.3%، كما زاد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.6%، كما صعد المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.1% ليربح 18.83 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 72%. في المقابل انخفض المؤشر القطري 0.2%، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي. بهذا نصل إلى ختام أخبارنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمتابعة باقي النشرة مع نهى ويوسف، إليكم من جديد. شكرا جزيلا لك ليلى.